السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما احنا عارفين في البيم بيبقى كل مشروع فيه ملف واحد، يعني مفيش ملف للسكاشن وملف مثلا في الاركتكتشر او في الام بي او في الفلور، لا كله في مكان واحد. فاحنا هنا هتلاقي عندك الفيوز كلها موجودة هنا، وكل ده مع الليجند مع الاسكادول مع الشتات، كل ده موجود في البروجكت براوزر. فلو جينا هنا نبص على الفيوز ودوست هنا هتلاقي هو مقسمهم لنا الفلور بلان ومعمولة اللارج بارت، وفي حاجات خاصة باللايف سيفتي، في حاجات خاصة بالوركينج. فأنا لو دوست على الفيوز واخترت رايت كليك وقلت له براوز اورجانيزيشن هلاقيه مقسم لي الفيوز. ممكن تقول له اول او ديسيبلين او في او تعمل حاجة جديدة. دي عبارة عن طريقة لتقسيم الملفات، مثلا انت عايز تقسمهم حسب التايب والديسيبلين وهتقول له ابلاي، هتلاقي الترتيب بتاعهم اختلف في البروجكت براوزر. طيب لو جيت هنا وقلت له انا عايز اول، هتلاقي الايديت اختلفت لان ما فيهاش ايديت، واقول له اوكي هتلاقي حطهم كلهم ورا بعض بالشكل ده. طيب خليني اقول له براوز اورجانيزيشن واختار مثلا سيبلين واقول له اديت. اديت بلاقي ان هم متقسمين قسمين، جزء خاص بالفلتر. فلتر معناه في حاجه انا مش عايز اشوفها او عايز اركز على حاجه معينه. على سبيل المثال انا عايز اقول له انا عايز اشوف السيبلين، تمام، اللي هو يكون بس بيساوي اركتكتشر. يبقى كده لو في اي لوحه للاستراكشر او للميكانيكال او الالكتريكال مش تظهر معايا، وممكن اعمل فلتر تاني وتالت ورابع. ممكن مثلا اقول له انا عايز فلتر حسب الفاميلي اند تايب او حسب الفيو تمبليت. ممكن يكون مثلا انا شغلي كله خاص بالسيفتي فمش عايز في حاجه تانية. هنا في الجروبنج ببدا اقول له قسمهم لي جروب مثلا حسب الديسيبلين حسب الفاميلي اند تايب، وممكن اعمل واحده كمان مثلا حسب الفيس او حسب الفاميلي او حسب الاسوسييتد ليفل زي ما انت عايز. بعد كده هتلاقي السورت واي، انت عايز ترتبهم حسب ايه؟ الفيو نيم انا الصراحه بفضل ان انا اقسمهم حسب الاسيد ليفل عشان ابقى شايف وعارف الترتيب بتاع الادوار اللي عندي، ما فوجئش لان مثلا كلمه باتروم وجراوند يرتبون حسب الحروف، فممكن يبقى في دور فوق دور. فافضل حاجه بالنسبه لي اسيد ليفل. طيب عايز ترتيب افقي ولا ترتيب راسي، من الروف وانت نازل ولا لا من البيزمنت وانت نازل، فتختار وتقول له اوكي فيبدأ يرتب لك الملفات حسب ما انت عايز. وطبعا كل فيو ممكن تقف عليه وتغير الخصائص بتاعته. يعني جيت هنا مثلا على دوت هيبدأ يقول لك ايه الخصائص اللي موجودة في الملف دوت. على سبيل المثال ممكن تغيره، تغير له الديسيبلين بتاعه، تغير له مثلا الجرافيكس بتاعه او الاعداد بتاعته زي ما انت عايز. يعني مثلا السيبلين لو غيرته وخليته مثلا ميكانيكال بداية هيبدأ يختفي من هنا. ليه؟ عشان انا عامل فلتر، فاقدر الغي الفلتر ده واقول له اديت واقول له انا مش عايز الفلتر، ساعتها هيبدأ يظهر معايا بقية الاقسام. ولو عايز تعمل سيرش على حاجة تقدر تعمل عليها سيرش من هنا. فمثلا لو انت عايز ليفل 4 فيبدأ يجيب لك كل الحاجات اللي فيها كلمة L4 سواء في الفيو أو في الشتات أو في أي مكان تاني.